السلام عليكم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. يعني دلوقتي طبعا اول ما باخد مصروف الشهر بروح واخده ايه بعضي كده ونازله جايبه اللحوم بتاعتي والحاجات بتاعتي. فانا عايزه اوريكم انا بغسل اللحمه وبشيلها نظيفه جدا. بصوا غسلاها ومقطعاها اهي ومجهزاها على اساس الايه التفريز عشان اطلع. ولما بغسلها كده بحطها على طول، يعني لو انا مستعجله عليها بحطها على اساس ان هي مغسوله. وطبعا كده في الكبده وكده في المفروم وكده ايه في المفروم برضو اللي عملته كفته. انا خليت دول، قلت دول ايه الاحتياجاتي لو خدت الطبقين مع بعض او كل طبق لوحده. وطبعا باقي المفروم رحت عاملاه هنا ايه بالدهن بتاعه كده، عملته الايه الكفته بتاعتنا. ولسه برضو معايا بقيه الكفته بصبحها زي ما انتوا شايفين كده اهو. انا واقفه عماله اصبع، بدي تقدير كده يعني ايه في الطبق بياخد حوالي نص كيلو او اكتر حسب ما هي هتاخد، على اساس ان انا بطلعها واعملها زي ما انتوا شفتوا كده ببقى مستعجله عليها. فانا بحب الحاجات دي على اساس ان ايه اي حد كده جاي جعان ما كانش فيه مقدمه بيبقى عندي ايه الاكل على طول جاهز في الفريزر. طبعا انا برضو بعمل كده الحاجات دي برضو في رمضان على اساس ان ايه يعني الاكل بعمل حسابه ان هو ما بياخدش معايا ساعة زمن بالظبط. والعصاير والحاجات دي ببقى مجهزاها برضو في الفريزر بتاعنا. فانتوا حاولوا برضو ان انتوا تعملوا كده وتجهزي حاجتك، حتى لو انت مش مستعجلة وعندك حاجة مثلا عايزة تتعمل اعمليها، وخلي الحاجات دي لما يجيلك ضيف او يجيلك حاجة تبقى عندك ايه وضع استعداد يعني. فانا بعمل الحاجات دي على اساس ان انا ابقى مستعدة لأي طوارئ في اي وقت. زي ما انتوا شايفين كده ايه الحاجة بتبقى جاهزة احسن من الفلوس معايا. يعني انا محبش الفلوس تبقى معايا زي ما بتكون الحاجة في البيت. فزي ما انتوا شايفين كده بقى عملنا الكفته وبنفرزها، وطبعا الكبده ووديت السجق ووديت حاجات يعني مش ده وبس يعني. وطبعا في حاجات تانية انا بسلقها برضو، بجهز الكرنب في اطباق كده بتبقى مستعجله فبرضو بفرزها وبطلع وبجهز برضو خلطه، بحيث ان الاكل معايا ساعات كتير ببقى عايزه اصور لكم بس بقول هصور لهم ايه ده الحاجه جاهزه اصلا، الخلطه جاهزه والكرنب مسلوق ومتقطع هوريه لكم دلوقتي طبعا وانا بجهزه. بس قلت اخلص الكفته قبل ما هو يبرد لان انا سلقاه. زي ما انتوا عارفين حاجات التفريز بتتحط لها سكر مش ملح، فانا بجهز بقى الحاجات اهي عشان ما تاخدش معايا وقت خالص لما اجي اعملها اكون جاهزه في اي وقت يعني. اهو انا اتكلمت كتير اتفرجوا احسن اهو. طبعا باخد السيخ ده على اساس ان انا زي ما انتوا شفتوا الكفته بصراحه بالطريقه الاخيره دي عجبتني قوي، حاسه ان الكفته عايزه معلقه دقيق بس بحس ان هي بالدقيق بتبقى يعني ماسكه قوي، انا بحبها تبقى فيها نسبه طراوه كده، فبحاول ان انا اعوص ايدي ماده دهنيه على اساس ان ايه يعني تبقى متماسكه من غير ما تبقى حطلها دقيق ولا حاجه. زي ما انتوا شايفين بقى كده اهو بجهز الايه الصوابع بتاعتنا. عملت طبق فيه صوابع صغيره عشان ادي عدد اكتر عشان لو في عندي ولاد كتير، والطبق دوت يعني ايه يعني صوابع معقولة كده على اساس برضو ان ايه مش عارفين الظروف مين اللي هيجي ومين اللي يكون له نصيب فيها يعني. بس هي الحاجة في البيت موجودة بتبقى حلوة وتبقي عندك استعداد تستقبلي اي حد في اي وقت، ما تبقيش متأيدة او لا ازاي ما عنديش حاجة، لا اي وقت كده خلاص طلع هوب هوب. فالحاجات لما بتبقى موجودة انا بحبها قوي في البيت. طبعا اللحمة انا في ناس هتقول بقى بتغسليها، لا انا بحب اغسلها عشان يعني ببقى ساعة شفت الجزار وهو بيمسكها فلازم اغسلها عشان ابقى معتقدة ان هي فعلا زي ما انا عايزة، حتى لو طلعتها متجمدة بس انا واثقة وعارفة ان انا غسلها. فممكن احطها في الشوربه يعني في الميه على طول لان انا غسلاها من الاول عامله مقدمه ليها بس. والحاجات بقى التفريزات ديت بتبقى حلوه في البيت يعني. بصوا هنا طبعا زي ما انتوا شايفين انا خلصت كده الايه
كمية الكفتة اللي انا عاملاها، ودلوقتي بفرز الايه الخضرة وبشيلها متقطعة كده في العلب اهو، زي ما انتوا شايفين بقطعها بالمقص المقاس اللي انا عايزاه اهو، برضو عشان تبقى جاهزة لأي وقت هعمل خضرة، هعمل محشي بحتاج فيه خضرة بروح جايباها من الفريزر على طول، والعلبة طبعا شفافة مبينة. زي برضو فيه هنا الممبار برضو غسلته ونضفته وحطيته اهو في العلبة متنضف جاهز، وساعات بحشيه وبسلقه وبحطه في الفريزر برضو جاهز على التحمير. بس طبعا انا بجهز بقى دلوقتي لايه للتفريزات دي، فقلت مش مشكلة الممبار والكرنب هبقى اطلعه في اي وقت اعمل له خلطة وايه واطلعه واعمله. زي ما انتوا شايفين بقى بصوا الكمية اهي، بحط كمية على قد ما انا عايزة، انا شايلة علبتين قبل كده اهي، وبقفلها بقى بالمنظر ده واطلعها بكل سهولة، حتى لو عايزة منها حبة صغننة باخدهم وبقفل العلبة تاني زي ما انتوا شايفين كده. ودلوقتي طبعا ايه هنا هوريكم بقى تفريزات اللي حاطه هنا، بصوا ده الممبار اهو، وطبعا الكبده دي اللي هتتعمل بالرده، ودي الكفته اللي ايه طبعا هغسل ايدي وابدا معاها تفريز. وبصوا هنا كده انا ببصوا بعمله ملفوف زي ما هو كده اهو، واخد الورقه زي ما هي هوريكم برضو كذا واحده اهو، باخدها كده بقطع الجدار بتاعها ده، ده لما اكون مستعجلة عليه. لو انا بقى يعني هشيله فترة كبيرة بروح ايه عاملاه اللي هي المربعات اللي عملناها قبل كده على القالب. بصوا اهو زي ما هي الورقة ملفوفة زي ما هي كده اهو، بصوا ده بقى تفريزات يعني ايه الاسبوع اسبوعين، لكن مش اكتر من كده يعني اهو. بصوا شكله في العلبة اهو، باخدها متكلفتة زي ما هي كده اهي، بصوا اهي اهو، شايفين اهي زي ما هي كده. واخد برضو ورقة، طبعا انا بحط اللي هو الابيض على الوش عشان انا بدلق العلبة، باخد بقى اللي ايه اللي تحت بيظهر الاول لما بقلب العلبه في الايه في المصفى او حاجه عشان تنزل ميتها، فاهميني كده اهو. بصوا اهو دي بقى التفريزات بتاعتنا من كفته للحمه لسمك لكل حاجه. انا عملت برضو السمك وشلته، بس انا بعمل السمك في يوم تاني عشان الزفاره وكده ما ينفعش تبقى مع اللحمه يعني، فانا بخلي السمك في يوم لوحده عشان بيبقى معاه سمك بقى وجمبري وحاجات من دي. ودلوقتي بقى ايه التفريزات اللي هي المأكولات بقى، مأكولات بقى غير البحريات اهو زي ما انتوا شايفين كده اهو، بنملى العلبة على قد ما هتاخد، لان انا بقفلها بقى ايه بصوا كده اهي بتتقفل كده، واعمل بقى غيرها وغيرها. ده بقى حتى في لو في حد مثلا مستعجل مش طب هاتي حبه ورق ماشي او ورق جاهز اهو لاي حد، يعني مش شرط ان انا لازم كله احشيه يعني، لا بيبقى جاهز لاي حد عايز حاجه اهو، ولادي اي حد اهو كده. بقى هنكمل الايه التفريزات بتاعتنا على مهلنا، وانتوا بقى خدتوا فكره. بصوا الحاجه بتبقى جاهزه في البيت اسرع من اي حاجه. بصوا طبعا اللحمه والكفته والكبده والممبار والكرنب والخضره، اهم حاجه الخضره، بصوا بتبقى جاهزه وبتقعد فتره كبيره كده، يعني ما تتحط في الفريزر بتفضل كده فتره كبيره. اتمنى التفريزات بتاعتي تعجبكم، واشوفكم بخير في الفيديو القادم. الى اللقاء، باي باي، سلام عليكم.